From يمكن أن تظل في هذا المأوى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة ونصف. لدينا هنا 50 شخصا تقريبا. هناك أشخاص من إفريقيا وآخرون من آسيا وأشخاص من دول البلقان وآخرون من بلدان مختلفة. نحن لا نأتي إلى سويسرا لمجرد الزيارة ورؤية الطبيعة، لدينا مشاكل حقيقية في بلادنا. أنا مرتاح هنا لأنني لا أشعر بأي خوف، لا أفكر أنهم سيأتون وأنهم سيعتقلونني وأنهم سيقتلونني أو أنهم سيلقون بي في السجن لسنوات طويلة. لهذا السبب أشعر بالارتياح هنا، إنني أشتاق، ولكنني الآن أشعر بتحسن مقارنة مع معايشتي في تركيا. آمل التمكن من زيارة عائلتي في المستقبل. لدي عائلة مثل جميع الناس. أظل كل يوم هنا في بيتي، في البيت كل يوم. أجل، أحياناً أخرج قليلاً، أذهب للمشي قليلاً أو للتسوق قليلاً أو أشياء من هذا القبيل، ولكن في الليل لا أحب الخروج في الليل. أعيش مع أبي وأمي وأختي الصغيرة وأخي. نحن نسكن في بيت كبير ولكن الغرفة صغيرة. جئت من كوسوفو إلى سويسرا، إلى زوريخ، ثم ذهبت إلى لوزان وسكنت هناك، ثم ذهبت إلى فريبور، ثم ذهبت إلى المدرسة، والآن قدمت إلى هنا. يمكنني أن أبني لنفسي حياة جديدة هنا. يمكنني بناء مستقبل جديد وأنا أعمل من أجل تحقيق ذلك. في يوم من الأيام ربما إذا ما حققت الحكومة التركية السلام مع الشعب الكردي، بطبيعة الحال سوف أذهب حينئذ. عندما أذهب إلى الغابة أنام جيداً تلك الليلة لأنني أكون متعباً. أحب الخضرة، أي شيء أخضر. جميل أن تشعر بأنك تحب شيئاً ما، والهواء منعش، لهذا أحب الغابة. وإذا ما وجدت عملاً مرتبطاً بالغابة سوف أعمل هناك، لأن ذلك، نعم، ذلك أمر جيد بالنسبة لي. أريد أولاً وقبل كل شيء تعلم الحديث باللغة الألمانية والإنجليزية. نعم، أحاول أيضاً التحدث بها، لكنني إذا تحدثت أكثر بالألمانية سأتمكن من إيجاد عمل. ليس لدي صديقة هنا، أنا هنا منذ 8 أشهر، وكما تعلم أنت تحتاج لامرأة، وهذا وقت طويل بالنسبة لشخص ناضج. عمري 28 عاما وأتواجد في سويسرا منذ 8 أشهر وليس لدي صديقة، ليس لدي اتصال بأي أحد. إن الوضع صعب جدا، أنا لست بكاهن أتعلم، هذا أمر صعب. نعم، أعتقد أن هذه المشكلة ستزول إذا تعلمت الألمانية، أمل ذلك. كنا نفقد أشخاصاً كل يوم في بلدي، لا أستطيع العيش بشكل طبيعي، لا أتمكن من الشعور بالسعادة، لا أستطيع أن أبتسم في بعض الأحيان. نعم، لا أستطيع أن أكون طبيعياً، ربما في بعض الأحيان. هذا أمر صعب جداً، كما تعلم، ووضعيتي هنا، لدينا لجوء، تعلم ذلك، نظرة الناس للاجئين. ربما لسنا الآن محط الترحيب، ربما هنالك أشخاص يكرهوننا، لاجئون، لجوء. أعتقد أن الوقت غير مناسب للبحث عن علاقة مع فتيات. كل شخص يقوم بشيء مختلف. ليس من السهل البقاء لفترة طويلة هنا، لأن بعض الغرف مثلا تؤوي 3 أشخاص أو 4، ولكن هذا الوضع جيد للتحاور. أذهب للمدرسة وألعب كرة القدم، ألعب مع أصدقائي، وأحيانا أذهب لحوض السباحة عندما يكون الطقس حارا. لدي الكثير من الأصدقاء. كل يوم تقابل نفس الوجه، نفس الوجه، الوجه نفسه، وبعد ذلك كأنك. هذا ليس بأمر جيد، ليس بأمر جيد لفترة طويلة. إلى أين تريد أن تذهب؟ لا يوجد مكان للتسلية، كل شيء مكلف في هذا البلد، تحتاج للمال لشراء أي تذكرة في سويسرا، تريد الذهاب إلى كل مكان، ولكنك لا تستطيع إذا لم يكن لديك المال. نعم، وضعياتنا صعبة هنا لأننا ننتظر لفترة طويلة جدا هنا، لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، وربما قد نتلقى قرارا سلبيا.
تركت الدين قبل 10 أعوام عندما اعتقلوني. عندما تم تعذيبي لفترة طويلة فقدت إيماني. أحياناً أفكر وأشعر في داخلي، في مكان ما في وجداني، أعتقد أن هنالك إله. لم أعد أريد أي مغامرات لأنني أرى أشياء كثيرة، وذهبت إلى أماكن كثيرة. الآن لا أريد الشعور بالخوف، ولا أريد التعقيد، ولا أريد شيئا من هذا القبيل. أريد إنشاء أسرة وحياة طيبة وشيئا يقوم على قواعد وأسس. مرحبا.